روبوت هي اون انتربريز اللي خدامه في لي فورماسيون روبوتيك من 2014. لي فورماسيون اللي كنديو ديسيني لكاع الناس كلكو سوا لوراج، كنبداو من دي سوا ديال 10 سنين 11 عام حتى كيكونوا عندنا الناس اللي عندهم فوق 60 عام اللي باغيين يتعلموا لا روبوتيك ويعرفوا شنو كاين فيها. ملي كنديو لي فورماسيون كنبداو من لي باس، كنبداو من الاول، كنبداو بالاساسيات. بون الروبوتيك بصفه عامه هي واحد لا سيونس اللي كتجمع على الاقل ثلاثه لي سيونس اللي هما الالكترونيك، البروغراماسيون، الميكانيك. ياك هاد ثلاثه لي سيونس هادو كنحاولوا بعدا اول حاجه لي فورماسيون ديالنا نبداو بالاساسيات ديالهم. من الاساسيات ديال الالكترونيك ديال شنو هو الكورون، شنو هي لا طونسيون، شنو هي الالكتريسيتي. ياك عاوتاني شنو هما الاساسيات ديال البروغراماسيون، ديال شنو هي لا لوجيك لا بروغراماسيون، كيفاش كتكتب، شنو هي لا بروغراماسيون، والاساسيات ديال الميكانيك ديال الديسان، ديال كيفاش ديسيني وكيفاش كذا. وكنبقاو غاديين بشويه بشويه حتى ان هاد الناس اللي كيجيو عندنا كيوليو عندهم كاباسيتي باش يصنعوا دي روبو ديالهم، باش يغاليزيو شي افكار عندهم. حيت ملي كنهضر على الروبوتيك يعني كنخدموا مع الناس تو سكي اوتوماتيك، يعني تو لي بروجي اوتوماتيك. يعني بحال دابا تقدر دير يكون ان بروجي ديال اون فيوز اوتوماتيك اللي كتحكم فيها ملي كنصفق كتشعل ولا ملي كتصفق كطفى. هذا واحد من لي بروجي اللي نقدروا نخدموا مع الناس ديالنا. هي الفورماسيون ديالنا كلها تطبيقي، الاساس كله تطبيقي، يكون شويه ديال النظري باش كنحطوا دي باز ديال شنو هما هاد العلوم. واني الفورماسيون كلها كتكون اترافير لا براتيك، ملي كيتعلم، ملي كيقيس، ملي كيشوف، عاد كيفهم بصح. لافونسيو غادي وهذا واحد البغافير كيفاش كنخدموهم. عندنا هذا هو كونترولور، هي بحال مانيطا ديال اللعاب، وهذا هو ريسيفر ديالها. عندنا هذا هو العقل ديال هادشي كاملو، الاردوينو، وهادو هما لي باتري اللي كاينين. ودابا هاد لافونسيو غادي نقدروا نتحكموا بها بهاد الجويستيك اللي كاين هنايا، باش نقدروا نزيدوها لقدام، ندوروها الا بغينا، نهزوا هاد البغاه هذه. وباقي عندنا واحد الكريبر، هي هذه باقي نلصقوها هنايا، ونقدروا نهزوا شي حاجه مثلا، نديوها لشي بلاصه ونحطوها فين ما بغينا. هادشي اللي كاين. كاين بزاف ديال المغاربه اللي في القمه ديال العلوم. وحاليا شنو اللي كيدير في المغرب؟ حاليا كاع لي زيكول دانجينيور و لي فاكولتي دو سيونس اللي كاين في المغرب عندهم دي كلوب ديال الروبوتيك، اللي فيهم دي زيسيديون اللي كيصنعوا دي روبو. هاد لي زيسيديون الاكثريه ديالهم اللي كيخرجوا ياك بزاف منهم كيوليو كيطبقوا داكشي اللي تعلموا، بزاف منهم كيمشاو للاخر انهم داو دي زونتربريز اللي كيصنعوا شي حوايج في الروبوتيك، بزاف منهم اللي داوها. وهذه هي هادشي هي فين غادي، يعني هادشي ماشي واحد المستقبل بعيد، لا حاليا، دابا حاليا كاينين مغاربه، كاينين دوزو كيت هنا في المغرب كيصنعوا بوات وكيديروا التكنولوجيا. لوبجيكتيف ديالنا هو ان هذا العلم ينتشر اكثر في المغرب، ان هذا العلم ان واحد المغربي فين ما كان ياك عنده الاراده باش يتعلم هذا العلم، ياك ان نعلمو هذا العلم، يبدا معنا ياك وينطلق ويحقق ديك لي بروجي اللي كان كيحلم بهم اللي كانوا كيبانوا ليه.